السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوة بخطوة شراء سيارات غالية بأسعار رخيصة من مزاد جمارك مطار القاهرة. لكم معانا نشوف المزاد، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. أصبح حلم راغبي اقتناء سيارة فارهة غالية الثمن لكن بأسعار رخيصة تناسب إمكانياتهم المادية، ولن يستطيع الحصول عليها سوى من مزاد حكومي بسبب عدم إقبال الكثير على الشراء من تلك المزادات الحكومية لعدم معرفتهم بآلية التعامل مع المزادات. أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية عن موعد جلسة المزاد العلنية المخصصة لبيع سيارات تابعة لها لجمارك القاهرة الدولي. موعد ومكان مزاد جمارك مطار القاهرة الدولي. من المقرر بحسب الهيئة أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء 5 مايو المقبل، وذلك داخل قاعة النادي المصري القاهري أمام وحدة مرور عين السيرة في حي مصر القديمة بالقاهرة. وأنواع السيارات بالمزاد هي: يضم المزاد وفقا للمنصوص عليه بكراس الشروط والمواصفات لوطات سيارات وموتوسيكلات رانج روفر، فولفو، هونداي، مرسيدس، هامر، تويوتا، سينج يونج، فورد. كما يتاح بالمزاد سيارات نيسان، ستروين، سوزوكي، ميتسوبيشي، فولكس فاجن، دايو، دوج، كيا، بورش، BMW، GMC، ميراكوري، انفينيتي، كاديلاك، مازدا. أولا، تباع كراسة الشروط للراغبين في الاشتراك بالمزاد بمقر الهيئة العامة لخدمات الحكومة الكائن في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي حي الدقي بمحافظة الجيزة، نظير مبلغ قدره 400 جنيه ومدرج عنوان المعاينة الخاصة بالسيارات المطروحة في المزاد. ثانيا، شراء كراسة الشروط علما بأن قيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد. ثالثا، سداد قيمة المبلغ التأميني وقدره 10,000 جنيه تسترد في حال لم يحالف المشترك بالمزاد شراء إحدى السيارات المطروحة للبيع. رابعا، المشاركة في بصفة هيئات أو شركات يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد. أما المشاركون بشكل فردي يكتفي بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية. خامسا، تزيد 30% من قيمة اللطات في نفس اليوم على أن يتم تسديد 70% المتبقية في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انعقاد المزاد. وهبت الهيئة السادة الراغبين في الحصول في الحضور لجلسة المزاد اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك طبقا لشروط وزارة الصحة والسكان. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.